نعود إلى الاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا ومحاولات الشرطة لفضها. نتابع هذه إذن الصور المباشرة ونرى أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب يتظاهرون ويعتصمون داخل هذه في حرم هذه الجامعة. أيضا في صور أخرى، هذه هي إذن الصور لعناصر الشرطة، ومن المفترض أنها كانت تحاول وستحاول فض هذا الاعتصام. حدث ذلك في جامعات أخرى أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اندلاع المظاهرات في كثير من الجامعات الأمريكية اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الوضع الإنساني في القطاع، ومشاركة هذه الجامعات مع شركات إسرائيلية والمطالب من قبل الطلبة في هذه الاعتصامات والمظاهرات هي بقطع هذه الشراكة بين جامعاتهم والشركات الإسرائيلية. في عدة جامعات أيضا شهدت الكثير من المناوشات بين الطلبة وبين قوات الشرطة. حتى الآن نسمع في هذه المظاهرات التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة هذا الاعتصام في الحرم الجامعي في كاليفورنيا، صوت للألعاب النارية التي تستخدم في هذه المناوشات بين الشرطة وبين الطلاب في هذه الجامعة. إذن هذه الصور مباشرة للاعتصام، اعتصام الطلبة داخل الحرم الجامعي في جامعة كاليفورنيا. وكان هناك محاولات من قبل الشرطة لفض هذا الاعتصام باءت بالفشل، ولكن هناك أيضا هذه المحاولات مستمرة. تم اعتقال أيضا عدد من الطلبة من هذه الجامعة وجامعات أخرى. نرى من يمسكون بالعلم الفلسطيني، وهناك من تحصن بما يشبه الخوذات، وهناك من يرتدي هذه الأقنعة في حال استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات. ونرى في هذه الصور المباشرة مواجهة بين قوات الشرطة والطلاب في جامعة كاليفورنيا. والآن قوات الشرطة تحاول إزالة مظاهر هذا الاعتصام أو الحواجز التي كان يتحصن في داخلها الطلاب في حرم الجامعة. طائرات أيضا تحلق في سماء جامعة كاليفورنيا للتعرف على الشكل وحجم هذا التظاهر وهذا الاعتصام. والطلبة والطلاب الطلبة وطالبات هنا على المدرج في حرم الجامعة في اعتصام دام لعدة أيام الآن. بالأمس فقط في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج تم اعتقال حوالي 300 طالب وطالبة من المحتجين. إذن يبقى التوتر كما هو في أغلب الجامعات الأمريكية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن أجل المطالبة بفك الشراكة بين هذه الجامعات التي اندلعت فيها المظاهرات والجامعات والشركات الإسرائيلية. هنا محاولات إذن من قبل الشرطة نراها على هذه الشاشة في الصور المباشرة لإزالة كل الأشياء التي كان يتحصن بداخلها أو بها المتظاهرين والمعتصمين. هنا يزيلون حواجز خرسانية، حواجز عفوا حديدية وأخرى خشبية كما نرى في هذه الصور، ويزيلون أيضا اللافتات التي رفعها أو نصبها المتظاهرون والمعتصمون. نبقي عينا إذن على هذه التطورات.